مجموعة من التطورات والقرارات من ماسك في تويتر الأيام الماضية متصدرة للعناوين. كلام عن حسابات محظورة أو الحسابات المحظورة، وكشف المزيد من فضائح الإدارة السابقة وفسادها كمان. كلام كتير عن حساب ترامب وحظره، ومن أقل من 24 ساعة في تطور جديد ومنتظر. فتويتر أعلن وأخيراً عن إعادة إطلاق خدمة تويتر بلو، وهي الخدمة اللي راح تكون باشتراك شهري، واللي من ضمن ميزاتها توثيق الحساب وميزات أخرى عديدة، واللي من لما ماسك أعلن عنها وهي عاملة نوع من أنواع الإشكالات. هاي الخدمة مقابل 8 دولارات شهرياً كانت من وقت ما أعلن عنها ماسك عاملة جدل كبير، ومشاهير كتير حتى أعلنوا ترك المنصة أو قالوا إنهم ما رح يدفعوا حتى لو خسروا توثيق الحساب. عموماً إعلان تويتر الجديد قال إنه الخدمة خلص رح تطرح غداً الاثنين، ومن ضمن ميزاتها التوثيق بعد أن تتم مراجعة الحساب وتعديل التغريدات وتحميل الفيديوهات بجودة عالية جداً وغيرها. وأعلنت الشركة كمان إنها قريباً جداً رح يكون حسابات الشركات رح تكون بالفعل رمز التوثيق لإلها باللون الذهبي، والحكومات رح تكون بالرمادي. كل هاي التفاصيل سمعناها من قبل في تسريبات وتقارير، وما كانت مفاجأة الحقيقة، لكن المفاجأة الكبرى كانت بالاشتراك الشهري. تويتر أعلن إنه الاشتراك رح يكون 8 دولارات شهرياً، واللي بيشترك عن طريق الويب، هذا طبعاً للي بيشترك عن طريق الويب، أما اللي رح يشترك عن طريق iOS يعني عن طريق أجهزة آيفون أو آيباد، فهذا رح يدفع 13 دولار في الشهر. يعني من الآخر ماسك بيقول لمستخدمين أبل رح تدفعوا أكتر. ليه بنقول إنه الموضوع مفاجأة؟ لأنه أولاً ما سمعنا ولا حتى تسريبات عن الموضوع من قبل هيك، وثانياً لأنه ماسك المفروض خلص صلح الأمور مع أبل. لو متذكرين من أسبوعين تقريباً ماسك فجأة وفي سلسلة تغريدات شن حرب طاحنة على أبل، وحكى عن نية الشركة حجب تويتر من متجرها، وعمل استفتاء للناس عن أبل وزبائنها، وعمل كمان منشن لرئيس أبل حتى، وقال إنه الشركة وقفت إعلاناتها على تويتر، وتكلم كمان وهجمهم وقال إنهم بيفرضوا ما سماه ضريبة سرية 30% على كل شيء على متجرهم. ومش بس هيك، ماسك حتى وصلت فيه إنه يأكد إنه مستعد يصنع هاتف ينافس في آيفون لو اضطر يعمل هيك. لكن بعدها بكم يوم على طول ماسك نشر فيديو من داخل مقر شركة أبل، وقال إنه التقى بتيم كوك، وقال نصاً إنه كان في محادثات جيدة بينه وبين تيم كوك، وإنهم حلوا سوء التفاهم اللي صاير، وأبل أكدت إنها أبداً ما فكرت بحظر التطبيق من متجرها، والناس افترضت إنه خلص الأمور تمام وتصلحت. لكن مع إعلان اليوم رجعت الكثير من الأسئلة. هل معنى الرسوم الزيادة لمستخدمي أبل إنه الدنيا بين ماسك وأبل لسه متوترة والحرب ما زالت قائمة؟ رح نسأل هذا السؤال لضيفنا في الرياض الخبير التقني عبد العزيز الحمادي. أهلاً وسهلاً فيك أستاذ عبد العزيز معنا في تفاعلكم. نطرح عليك نفس السؤال، هل معنى ذلك بأنه الحرب ما زالت قائمة وما تصلح أي شيء ما بين إيلون ماسك وتيم كوك لما تقابلوا؟ طبعا اتخيل انه اليوم إيلون ماسك يعني وقت زيارته لشركه ابل حاول بطريقه او باخرى فعليا استثناء 30% الخاصه ب يعني اشتراكات تويتر بلو اللي يدفعها المستخدمين، ولكن بطبيعه الحال ابل تعتبر الاشتراكات حق حصري واساسي لها، لن تتنازل عنه لانه ما تنازلت قبل مع تطبيقات شهيره مثل نتفليكس. نتفليكس واجهت نفس التحدي مع شركه ابل قبل عده سنوات، ال 30% اللي كان ياخذها شركه ابل من مشتركي نتفليكس اللي يشتركون عن طريق الايفون، واللي جعل شركه نتفليكس انها تلقي الاشتراك والدفع عن طريق التطبيق، واتاحت الدفع فقط عن طريق المنصه الالكترونيه عن طريق الويب بنفس القيمه، فلم تتغير سياسه ابل نهائيا. فنفس القضيه حصلت مع شركه تويتر، شركه ابل لم تتنازل ولا اتوقع ان تتنازل عن 30% تعتبرها حق حصري، ولكن في نهايه المطاف شركه ابل مستفيده من تويتر بانها تمتلك او يعني على متجرها الالكتروني تطبيق يعتبر من افضل التطبيقات شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى العالم. وفي نهاية المطاف أيضا إيلون ماسك لن يستطيع بطريقة أو بأخرى أنه يعني يترك شركة أبل أو أن يخسرها، خاصة أنه عدد كبير جدا من المستخدمين في
أمريكا وفي العالم العربي وفي غيره من الدول يقومون باستخدام تويتر طريق. طيب عبد العزيز، في هاي الحالة إذا يعني ضل ماسك رح يعني يطلب $13 شهريا من مستخدمي أبل، وبتقول إنه أبل ما رح تتنازل لأنها ما تنازلت قبل هيك عن نسبة الأرباح بالنسبة لها، طب مين اللي رح يعاني؟ مستخدمي أبل في هاي الحالة رح يضيعوا، هل نقدر نقول إنه رح يضيعوا ما بين طمع تويتر أو إيلون ماسك وطمع أبل؟ طبعا اليوم إيلون ماسك يدير شركة تويتر كشركة خاصة فيه، يريد تحقيق عوائد مالية تغطي الخسائر الكبيرة اللي يعني صرفها أثناء شرائه لشركة تويتر، فهو بطريقة أو بأخرى لا يريد التنازل عن $8 اللي بناء عليه قام بعمليات حسابية كثيرة من أنه هي من ستنقذه من الخسائر الكبيرة. فيوم وصلت إلى شركة أبل وأنه 30% سيأخذون، فأنت تتكلم تقريبا عن قرابة $3 حتأخذها شركة أبل من $8، لذلك قام بزيادة هذه الزيادة. لكن إيلون ماسك ذكي، قام بإتاحة أنه أنت في النهاية لك الخيار كمستخدم، تريد الاشتراك عن طريق التطبيق ادفع هذا المبلغ $11 أو $13، ولكن إذا أردت الدفع $8 بإمكانك الخروج فقط من التطبيق وفتحه عن طريق المتصفح، وبنفس الطريقة ستقوم فقط بدفع $8. فأتخيل أنه أغلب المستخدمين سيقومون رح يعملوا هيك طريق المتصفح. يعني ما بتعتقد استخدامه عن طريق تويتر عبد العزيز، ما بتعتقد بأنه هذا رح يأثر على شعبية تويتر؟ لأنه لما نحكى عن $8 قامت الدنيا وما قعدت، وفي ناس ومشاهير كتير قالوا أنهم رح يغلقوا حساباتهم، ما بدهم يستعملوا تويتر أصلا. ما بتعتقد بأنه $13 بغض النظر حتى لو في طريقة للالتفاف عليها ما رح تعمل مشكلة عند المستخدمين؟ أتخيل نعم في البداية ستعمل يعني تحدي لبعض المستخدمين والاستمرار في تويتر، ولكن على يعني التجارب السابقة اللي حصلت في نتفليكس وغيره من الشبكات اللي أجبرت على دفع مبالغ مالية ورفعت الأسعار، في البداية كان في نزول، لكن في النهاية لا تزال الأعداد تزيد. إيلون ماسك أعلن قبل فترة أنه عدد المستخدمين الجدد الذي يسجلون في تويتر 2 مليون مستخدم جديد يوميا، يعني إحنا نتكلم تقريبا في السنة الواحدة قرابة إذا استمر على نفس الأعداد سيصل 700 مليون مستخدم جديد، يعني خلال سنة إذا استمرت على نفس الأعداد سيصل عدد المستخدمين إلى قرابة مليار مستخدم في شبكة تويتر. لذلك الأعداد لا تزال في زيادة على حسب الأرقام اللي جالسين نشوفها، فلا أتخيل أنه هذا سيسبب عائق، لأنه الدفع هذا ليس لمزايا أساسية في تويتر، إنما مزايا إضافية، رفع فيديوهات عالية الدقة أو ربما علامة توثيق معينة تصبح هذه العلامة ليست بصراحة ذات قيمة مستقبلا، خاصة إذا الواحد أصبح يشتريها. نعم. طيب عبد العزيز الحمادي الخبير التقني، لو سمحت ابقى معنا، في لدينا موضوع تقني آخر رح نتحدث فيه بعد قليل.